طبعا أهل السنة خاصة يتورعون في قراءة سياسية أو نقدية لعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا لا يمنع من وجود أحرار داخل السنة يرون أن عزل الأنصار كاملة، يعني عزل فئة الأنصار وبني هاشم كان خطأ. ربما يقول البعض الأنصار هم أنفسهم معارضين لأبي بكر وغاضبين لسعد بن عبادة، إلا أن بعض الأنصار كانوا مع السلطة، أسير بن الحضير كان مع السلطة، النعمان بشير بن سعد الأنصاري صحيح. كان مع السلطة، ابنها النعمان بن بشير طبعا كان صغيرا، لكن كان هناك مجموعة مع السلطة، سلمة بن وقش. فلماذا لم يولى هؤلاء على قيادة جيش، ولو حتى في حروب الردة وغيرها كانوا تابعين ولم كانوا متبوعين، تابعين ولم يكونوا متبوعين. تم عزل الأنصار تماما في عهد أبي بكر وعمر وعزل بني هاشم، لكن الأنصار أكثر، يعني بنو هاشم كانوا قلة، يعني ربما تقول المعارضة أن بني هاشم معقول أن يعزلوا، لكن الأنصار كانوا 5000 يوم وفاة النبي، نسبة إلى 700 من المهاجرين، نسبة إلى 2000 من الطلقاء، هذا عددهم يوم أهل المدينة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ريب أن عزل أن يكون الولاة جميعهم من قريش وحلفاء قريش، يعني عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسن، يزيد بن أبي سفيان، أبو عبيد بن الجراح، عمرو بن العاص ذكرنا، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، كل هذه قرشية، وهي قرشية حلف أيضا، يعني لم يولى أحد من قريش الأخرى، بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب ربما يجد فيهم أناس كانوا لم يكونوا يعني من الملتصقين. فكذلك فهذا الحلف الذي نشأ لا شك أنه ملحوظة يتحملها طبعا من ولى، يعني يتحمل هذا الخطأ أبو بكر أو عمر في تولية، في عدم المشاركة السياسية، إن صح التعبير، المشاركة السياسية العسكرية في فئات المجتمع كلها. أما أن يعاد إلى الطلقاء ويصبحون بعد سنة ونصف من إسلامهم يصبحون قوادا للمسلمين، فكيف يؤتمنون؟ هل هم أكثر عسكرة؟ يعني هم انهزموا في بدر وفي، يعني كانوا مهزومين ولم يكن أولئك، نعم خالد بن وليد، نعم هو وعمرو العاص، لكن يزيد بن أبي سفيان ليس له تلك الفروسية حتى يولى على جيش، معاوية ليس له تلك حتى يولى على الشام، وهكذا يعني مجموعة، يعني مجموعة من القرشيين، الوليد بن عقبة مثلا في عهد عثمان وهكذا. فهذا خطأ لا شك تاريخي، خطأ سياسي، ربما لم يقدره حق قدره، ولكن وكانت بنو أمية أقوى من قبيلتي تيم وعدي، تيم قبيلة أبي بكر وعدي قبيلة عمر. فهذا الاضطرار أو هكذا صور إلينا أنهم مضطرون إلى ذلك،